بقى كلامك كله تريقة على خلق الله، كل تعليقاتك شتيمة وتنمر، خليت الناس مادة للسخرية على صفحتك ووصفتهم بأبشع الألفاظ، فرحت بانتصارك والكام لايك اللي أخدتهم، قلبك جامد لما حسيت إن في ناس حواليك بتسقف لك من ورا شاشات مضيئة مخبية ملامحك، بتدخل تكتب كلمتين عن حد ممكن يكونوا سبب في إنه ينهي حياته، يتمنى الموت. شتيمة ممكن، تنمر جايز، نقد هدام، أيا كان اللي بتكتبه الكلمة حقيقي كفيلة إنها تحطم إنسان، تدمره حرفيا، لأن الكلمة وقعها على الروح زي الرصاصة بالنسبة للجسد. محدش اختار شكله ولا ظروفه. ليه ما بقناش نرحم قلوب بعض؟ ليه بقى عندنا جراءة واستفزاز في الردود؟ الشتيمة بقت مباحة في أي وقت وفي أي مكان، التريقة بقت عمال على بطال، ولا بيهمنا الشخص اللي بنتريق عليه ولا معنوياته ولا حالته النفسية بتبقى عاملة ازاي. انت بتعلق بكلمتين في 5 ثواني وبتقفل الموبايل وتحطه جنبك وتنام، وما تعرفش ايه اللي بيحصل للطرف التاني من معاناة، حرفيا بيحس انه بينتهي. والكلام ده شفناه وبنشوفه كل يوم، وموضوع اننا بقينا نستخبى ورا شاشة ده خلى الموضوع سهل، وخلى ضعاف النفوس يمارسوا هويتهم الشيطانية من سب وتريقة بمنتهى الأريحية واللامبالاة. فاللي بيحصل ده بقى مرض والله. من ورا شاشات بقينا نذبح ونجرح خلق الله بمنتهى البساطة. فياريت نخلي بالنا من الكلمة يا جماعة، لأن الكلمة ممكن تذبح حرفيا، وعيبها إنها متاحة ومش غالية وسهلة، وسلاح في إيد الصغير قبل الكبير. فدايما نحط نفسنا الأول في الموقف ونشوف، لو قبلنا التعليق نكتبه، أما لو رفضناه ما نكتبوش.